مرحبا أصدقائي، اليوم غادي نكتشفوا حرف الجيم وحرف الحاء وحرف الخاء. نبدأ حرف الجيم. باش نكتبوا حرف الجيم كنبدأ برسم خط منحني، ثم بعد ذلك كنرسموا نصف دائرة في اتجاه اليمين بحال هكذا، ومن بعد كنضيفوا نقطة داخل نصف الدائرة، وهكذا كنكونوا كتبنا حرف الجيم. قرأوا معايا: جيمون جيمون جيمون. حرف الجيم كنكتبوه بحال هكذا، كتبوا معايا: جيمون جيمون. نعم، حسن جدا. دابا أجيو نكتشفوا كيفاش نطقوا حرف الجيم مع الحركات، ولكن قبل أجيو نديروا مراجعة للحركات. هذه هي الفتحة، كتكون فوق الحرف، وهذه هي الضمة، حتى هي كتكون فوق الحرف، وهذه هي الكسرة، وكتكون تحت الحرف. نبدأ بالفتحة. فاش كتبغي تنطق حرف الجيم مع الفتحة، ديما كتحل فمك بحال هكذا: جا. عودوا معايا: جا جا جا. يلا كتبوا معايا: جا جا. أجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الجيم بالفتحة: جمل. دابا حرف الجيم بالضمة. فاش كتبغي تنطق حرف الجيم مع الضمة كتجمع فمك بحال هكذا: جو. عودوا معايا: جو جو جو. يلا كتبوا معايا: جو جو. أجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الجيم مع الضمة: جبن. دابا حرف الجيم بالكسرة. فاش كتبغي تنطق حرف الجيم مع الكسرة كتبتسم بحال هكا: جي. عودوا معايا: جي جي جي. يلا كتبوا معايا: جي جي. أجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الجيم مع الكسرة: جسرون. دابا نديرو تذكير للحرف: حرف الجيم. عودوا معايا: جيمون جيمون جيمون. دابا نديرو تذكير للحرف مع الحركات: الجيم مع الفتحة جا جا جا. جمل. الجيم مع الضمة جو جو جو. جبن.
الجيم مع الكسرة جي 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 جيسترون. دابا أجيو نجمعهم كاملين. جا جو جي جا جو جي جا جو جي. مراجعة. فينا هو جو. نعم، حسن جدا. جو هو الجيم فوق الضمة. فينا هي جي. نعم، حسن جدا. جي هو الجيم تحت الكسرة. ندوزو دابا الحرف الحاء. باش نكتبو حرف الحاء كنبداو برسم خط منحني، ثم بعد ذلك كنرسمو نصف دائرة في اتجاه اليمين بحال هكذا، وهكذا كنكونو كتبنا حرف الحاء. حاء. وما ننساوش أن حرف الحاء بحال حرف الجيم في الكتبة، غير حرف الحاء ما عندوش نقطة وحرف الجيم عنده نقطة الوسط. قرأوا معايا. حاء حاء حاء. حرف الحاء كنكتبوه بحال هكذا. كتبوا معايا. حاء. حاء. نعم، حسن جدا. أجيو نكتشفوا كيفاش كنطقوا حرف الحاء مع الحركات. الحاء مع الفتحة حاء. عودوا معايا. حاء. حا. حا. يلا اكتبوا معايا. حا. حا. اجيو نتعرفوا على كلمة كتبدا بحرف الحاء مع الفتحة. حلزون. دابا حرف الحاء مع الضمة حو. عودوا معايا. حو. 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 اكتبوا معايا. حو. حو. أجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الحاء مع الضمة. حبوب. دابا حرف الحاء مع الكسرة حي. عودوا معايا. حي. 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 دابا كتبوا معايا. حي. حي. أجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الحاء مع الكسرة حصان. دابا نديرو تذكير للحرف. حرف الحاء. عودوا معايا. حاء. 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 دابا نديرو تذكير للحرف مع الحركات. حرف الحاء مع الفتحة حا. 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 حلزون. الحاء مع الضمة حو.
حو حو حبوب. الحاء مع الكسرة حي 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 حصان. دابا أجيو نجمعوهم كاملين. حاء حو حي حاء حو حي حاء حو حي. مراجعة. فينا هو حي. نعم حسن جدا. حي هو الحاء تحته كسرة. فينا هو حو. نعم حسن جدا. حو هو الحاء فوقه ضمة. ندوزو دابا الحرف الخاء. باش نكتبو حرف الخاء كنبداو برسم خط منحني، ثم بعد ذلك كنرسمو نصف دائرة في اتجاه اليمين بحال هكذا، ومن بعد كنضيفو نقطة فوق الخط المنحني، وهكذا كنكونو كتبنا حرف الخاء. وما نساوش أن حرف الخاء بحال حرف الحاء أو حرف الجيم في الكتبة، غير حرف الحاء ما عندوش نقطة، وحرف الجيم عنده نقطة الوسط، وحرف الخاء عنده نقطة الفوق. قرأوا معايا. خاء خاء خاء. حرف الخاء كنكتبوه بحال هكذا. كتبوا معايا. خاء. خاء. نعم حسن جدا. أجيو نكتشفوا كيفاش كنطقوا حرف الخاء مع الحركات. الخاء مع الفتحة خاء. عودوا معايا. خاء خا خا. يلا اكتبوا معايا. خا خا. اجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الخاء مع الفتحة. خروف. دابا حرف الخاء مع الضمة خو. عودوا معايا. خو خو خو. كتبوا معايا. خو خو. أجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الخاء مع الضمة. خبز. دابا حرف الخاء مع الكسرة خي. عودوا معايا. خي خي خي. كتبوا معايا. خي. خي. أجيو نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الخاء مع الكسرة. خزانة. دابا نديرو تذكير للحرف. حرف الخاء. عودوا معايا. خاء خاء خاء
دابا نديرو تذكير للحرف مع الحركات. الخاء مع الفتحة خا 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 خروف. الخاء مع الضمة خو 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 خبز. الخاء مع الكسرة خي 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 خزانة. دابا أجيو نجمعهم كاملين. خا خو خي خا خو خي خا خو خي. مراجعة. فينا هو خا. نعم، حسن جدا. خا هو الخاء فوق فتحة. فينا هو خو. نعم، حسن جدا. خو هو الخاء فوق ضمة. بسلامة أصدقائي، نتلقاو المرة الجاية مع حروف جديدة.